3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المعلمة أمال بالخمسة، أستاذة مدارس ابتدائية بمدرسة المتلين 2 بدائرة رأس جبل من ولاية إنزرت، والمتوجة بالمرحلة الثالثة لمبادرة المعلم العربي المبدع، والتي نسقتها الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة وبإشراف من وزارة التربية. هذه المبادرة مكنتني من اكتساب تقنيات حديثة، كما دفعتني أيضا إلى الإبداع والابتكار، وهو ما سأساهم في بعثه في صغاري بالمدرسة، لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وشكراً.